السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل المتابعين على قناتي وليد فوتوز. اليوم موضوعنا بسيط بما يتعلق بالإنستغرام والفوتوشوب. اليوم بإذن الله راح نرفع صورة بانورامية، بنستفيد من بعض الخصائص اللي في الإنستغرام بطريقة أن ما يضيع علينا أي شيء في الصورة ولا في جودة الصورة، تبقى الصورة مثل ما هي بجودتها ولكن بطريقة مختلفة في عرض الصورة البانورامية. الدرس فقط يحتاج إلى فوتوشوب وأن تكون عندك صورة بانورامية. راح ننتقل الحين للفوتوشوب ونشوف كيف طريقة التعديل. طبعا نكون انتهينا من تعديل الصورة، الصورة جاهزة. عقب ما أخلص أي معالجة خاصة في الصورة أبدأ الحين في استخدام الفوتوشوب لتقطيع الصورة بعدد من الصور واستخدمهن في الفوتوشوب. كيف الطريقة؟ أول شيء لازم ننتبه إنه يكون عندنا اللي تشوفون هذه الأرقام اللي موجودة، هي عبارة عن مثل ما تقولون قواعد لمعرفة الطول والعرض وغيره. الحين اللي ما يقدر يطلع هاي ممكن يشوفها في الفيو، إنها بتلقونها لازم تعمل عليها علامة صح وراح تطلع لك الأرقام هاي. راح تشوفون عندنا هنا اللي هي سيلكشن، نختار السيلكشن هاي، بعدين ندخل على ستايل، بتشوفون ثلاث خيارات، تختارون الخيار اللي في النص، وعقب تحطون واحد على واحد، واحد هني في الطول واحد في العرض. راح نشوف الحين كيف، مثلا انا ابغى الصورة بهالطريقة. الحين لو حبيت اسوي طريقة ثانية غير المربع ما بقدر، فقط مربع. الحين ابدأ اول شيء اخذ مقاس معين، مثلا هذا المقاس اللي انا اشوفه مناسب لاول صورة، واذا ابا اقدر اعمل اللي هي الاسهم اللي موجودة في الكيبورد اروح على اليسار شوية. الحين بروح على الرولز اللي موجودة فوق، اول واحد انزله عشان يعمل لي خط طويل مثل المسطرة، يعني يبين لي وين اسير، ونبدأ في الثاني نفس الشيء. الحين وناخذ واحد منه نبدأ بعد اللي عقبه. الحين راح نحرك المربع هذا، نسحبه ونعمل بعد خط جديد هني. راح ناخذ كذلك نروح لآخر شيء طبعا هني، ومثل ما انتم شايفين انتهيت الحين من العمل، بتكون ثلاث صور عندي. هني اقدر اذا حبيت اني اخذ لجهة اليمين اعيد مرة ثانية المحاولات واخلي المربع بجهة اليمين، يعني مثلا ابدأ من اليمين وطالع. الحين شو بنسوي؟ نعمل اول وحدة الحين الصورة الاولى، وناخذ عقب نسي فوق في الفايل ايديت كوبي، نفتح فايل جديد. هني على طول راح يعطيك القياس كريت. الحين نعمل شو؟ ايديت والبيست، راح تنطبع اول صورة. نروح للثانية نعمل نفس الخطوة، نعمل بعد نيو كريت، هاي الثانية. الحين عندي ثلاث مثل ما انتم شايفين، صورة صورتين ثلاث، هذه الثلاث صور راح أعمل كل صورة رقم وأحفظها. خلاص الحين حفظ، بس عشان أحفظها بطريقة أفضل export save for web بالطريقة عشان أضمن أن هاي الصورة برزولوشن عالي مثل ما أنتم شايفين. تيبك وأسيب الصورة. طبعا بعد ما احفظ الصور الثلاث هذه عندي طريقة اني انقلها من الكمبيوتر عن طريق مثلا الايربود واستخدمها في التليفون، ومن ثم اعمل بوست بالطريقة البسيطة اللي راح نشوفها الحين.
الحين وصلنا الصور الثلاث عندي في التليفون، برفعهن على برنامج الانستغرام واستفيد من الخاصية اللي موجودة على الانستغرام. الحين بتشوفون الصور موجودة، في ثلاث خصائص موجودة في الانستغرام. تاخذ الخاصية الثالثة اللي على اليمين، تختار تخلي رقم واحد اللي هي الصورة الأولى اللي من اليسار إلى اليمين، المشهد كان من اليسار لليمين، الحين عندنا احنا بالعكس من اليمين لليسار. فبعد ما تختار تعمل نكست، ونروح بعد نكست نعمل بوست للصورة. راح تشوف كيف طلعت الصورة بهالطريقة. اتمنى ان الدرس كان خفيف وبسيط عليكم. ان عجبتكم الحلقة لا تنسون اللايك، واذا عندكم اي ملاحظات اكتبوها في الكومنتس، واتمنى متابعة القناة ونشرها لتعم الفائدة. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات القادمة.